شايفين يا جماعة السكرين اللي قصادنا بتقول ايه؟ دكتور، نعم، في صوت نويز كده في الباك جراوند، كده في ايه؟ صوت نويز كده. صوت نويز كلكم حاسين بيه؟ لا يا دكتور، تمام عندي. في حد تاني حاسس بنويز؟ طيب شوف الكونكشنز بتاعتك، يمكن في حاجة بتعمل نويز في السماعة أو حاجة. طيب بفكركم بسرعة كده، احنا كنا خدنا هشخبط على السكرين دي. احنا كنا خدنا ان في عندنا differential equation اسمها بيسل ديفرنشال ايكويشن. بيسل ديفرنشال ايكويشن دي شكلها ايه؟ دكتور، ايوه، هو لو حضرتك بتكتب الكتابة مش باينة. انا لسه ما كتبتش، معلش، انا كنت بكونكت الحاجه اللي بكتب عليها. انا لسه ما كتبتش، انا هبتدي اكتب اهو. احنا كان عندنا differential equation x squared y double dash زائد x y dash زائد lambda squared x squared ناقص new squared في y بيساوي صفر، وحليناها وقلنا لو كانت new is a fraction يبقى ال y general solution بيساوي c1 g new of lambda x زائد c2 g minus new of lambda x. lambda constant و new هنا هو fraction، وال g والناقص g دول functions. انا جبت ال expression بتاعه، عرفت واثبتت ان جي نيو اوف اكس ده بيساوي سيجما من ان بيساوي صفر الملا نهايه ناقص واحد باور ان اكس على اتنين باور اتنين ان زائد نيو فاكتوريال ان تحت جاما ان زائد نيو زائد واحد. ولو انا بجيب جي ناقص نيو اريبليس في الاكسبريشن ده بدل النيو بناقص نيو، يبقى هو ده الجنرال سوليوشن. اما لو كانت، نكتب على الشمال، اما لو كانت النيو دي بيساوي ان which is an integer، في هذه الحاله هيبقى جي ناقص ان اوف اكس بيساوي ناقص واحد باور ان جي ان اوف اكس، وده هيبقى ارتباط ما بين التو فانكشنز دول اللي هم جي نيو جي ناقص نيو او جي ان وجي ناقص ان، وبالتالي لينير كومباينيشن ما يدينيش الايه؟ الجنرال سوليوشن. في الحاله ديت لقيت ان انا محتاج سكند لينير اندبندنت سوليوشن هو واي ان، وعلى كده هيبقى الواي جنرال سوليوشن هيساوي سي واحد جي ان اوف لامدا اكس برضو بلس سي اتنين كابيتال واي n of lambda x. ده اللي احنا خدناه لغايه دلوقتي. اوكي؟ حد عايز افتكر اي حاجه، عايز يستفسر عن اي حاجه؟ طيب نكمل بقى. لما يجي يقول لي solve in terms of the Bessel of Bessel functions the following differential equation، وتطلع الديفرنشال ايكويشن هي بيسل ديفرنشال ايكويشن اكس سكويرد واي دبل داش زائد اكس واي داش زائد 9 اكس سكويرد ماينس 1 على 4 في واي بيساوي صفر، فهي بيسل. يهمني ان انا اعرف النيو بتاعها بيساوي كام واللامدا بيساوي كام. فالنيو هنا هو بيساوي ربع واللامدا بيساوي 3. النيو بيساوي نص، اسف، النيو بيساوي نص اللي هي فراكشن يعني،
معنى كده ايه؟ معنى كده ان الحل هيحتوي على الجي بس اللي احنا سميناها الفيرست كايند. يبقى اذا يطلع الجنرال سوليوشن مباشره تكتبه سي 1 جي نص اوف 3 اكس زائد سي 2 جي ناقص نص اوف 3 اكس وفول ستوب وخلص الحل بالشكل ده. زي ما قلت لكم المره اللي كنا بنشتغل فيها في البيسل، ان بما اننا حلينا المساله بتاعه البيسل فنقدر نحل اي ديفرنشال ايكويشن، اي بيسل ديفرنشال ايكويشن، ونطلع الحل ان تيرمز اوف بيسل فانكشن. جاست بس ان احنا نعرف النيو كام واللامدا بيساوي كام. اوكي طيب، مثال 2، لو جه لي نفس المطلوب سولف ان تيرمز اوف بيسل فانكشنز بار ديفرنشال ايكويشن اكس واي دبل داش زائد واي داش زائد اكس اوف واي، هل دي بيسل ديفرنشال ايكويشن؟ اقدر ان انا افهمها على اساس انها بيسل ديفرنشال ايكويشن لو انا ضربت في اكس، هيبقى عندي اكس سكويرد بضرب الطرفين، يعني اكس سكويرد واي دبل داش زائد اكس اوف واي داش زائد اكس سكويرد اوف واي، واقدر افهم الاكس سكويرد ديت انها اكس سكويرد ماينس صفر. معنى كده ايه؟ معنى كده ان دي بيسل ديفرنشال ايكويشن بس اللامدا بتاعتها بيساوي 1 والنيو بتاعها بيساوي صفر. صفر دي زان انتجر، يبقى اذا شغال في الكيس اللي لازم يطلع الحل فيه الفيرست كايند والسكند كايند، ويطلع الجنرال سوليوشن بيساوي ايه؟ سي 1 في جي نوت اوف اكس زائد سي 2 في واي نوت اوف اكس بقى، لان لامدا بيساوي 1. اوكي يعني جاست ان انا الديفرنشال ايكويشن كانت بيسل ديفرنشال ايكويشن اقدر اجيب الحل بتاعها ان تيرمز اوف بيسل فانكشن. اوكي حد عنده اي مشاكل لغايه دلوقتي؟ طيب انتوا لسه سامعيني ولا الكونكشن باظت؟ بس سامعينك يا دكتور. اوكي نشوف مساله ثانيه، وبرده بيقول لي سولف ان تيرمز اوف بيسل فانكشن اكس سكويرد واي دبل داش زائد اكس واي داش، الترمين دول السلام او ما بتوع بيسل ديفرنشال ايكويشن، بس الترم الثالث بايظ زائد 4 في اكس باور 4 ناقص 1. المشكله مش في الاربعه، ممكن تدخل جوه، لكن المشكله في الاكس باور 4 دي. بيسل ديفرنشال ايكويشن بيبقى اللي موجود هنا الاندبندنت فاريبل سكوير، فانا هنا محتاج ان انا اشيل هذا الاندبندنت فاريبل، محتاج ان انا اظبط المساله بحيث انها تبقى بيسل ديفرنشال ايكويشن. يا الاكس سكوير دي نفسي انها تبقى الاندبندنت فاريبل سكوير، فانا هاجي هقول ليت اكس سكوير بيساوي تي. تاني هقول تاني عشان في حاجه اتقالت غلط، الاكس باور 4 دي نفسي انها تبقى حاجه سكوير، تبقى الاندبندنت فاريبل سكوير. ده هيتاتى ويحصل وتحصل عليه لو انت قلت خد اكس سكوير بيساوي تي، يبقى الاكس باور 4 دي بقت اسمها تي سكوير. يعني انا هنا اهوت هشيل الاندبندنت فاريبل. لما افكر ان انا اشيل الاندبندنت فاريبل لازم اشيل التفاضلات بالنسبه له كمان. يعني الواي داش دي هي التفاضل بالنسبه لاكس. فمالهاش معنى ان انا شلت الاكس من المعادله وخليت مكانها حاجه اسمها تي واسيب التفاضلات هي تفاضلات بالنسبه لاكس. فلازم اشيل الواي داش اللي هي دي واي باي دي اكس واحطها بدلاله دي واي باي دي تي. ازاي؟ باي يوزنج تشين رول، ان دي واي باي دي اكس بيساوي دي واي باي دي تي في دي تي باي دي اكس. خلي بالك ده احنا عملناه المره اللي فاتت لما كنا بنحل، لما جينا خدنا لامدا تي بيساوي اكس. لو تفتكر عملنا الشغل ده، لامدا تي خدناها بيساوي اكس وجبنا دي واي باي دي تي ان تيرمز اوف دي واي باي دي، عملنا الشغل ده قبل كده. يبقى دي واي باي دي اكس في المساله بتاعتنا بيساوي دي واي باي دي تي في دي تي باي دي اكس. دي تي باي دي اكس بيساوي كام؟ 2 اكس. يبقى ده بيساوي 2 اكس في دي واي باي دي تي. ادي الواي داش، تعالى بقى نفضله تاني ونجيب الواي دبل داش. الواي دبل داش بيساوي دي باي دي اكس بتاع دي واي باي دي اكس اللي احنا جبناه، اللي هو هيساوي دي باي دي اكس بتاع 2 اكس في دي واي باي دي تي. ده لما نيجي نفضله هنفضله حاصل ضرب.
الاولاني في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الاولاني. فهنفاضل الاثنين اكس تبقى باثنين، يبقى 2 دي واي باي دي تي. ده اول ايه؟ ده اول ترم اهو، 2 دي واي باي دي تي زائد 2 اكس في دي باي دي اكس بتاع دي واي باي دي تي. تطبيق تفاضل حصل ضرب عادي، تفاضل ال 2 اكس ب 2 اهي مضروبه في دي واي باي دي تي، زائد ال 2 اكس تنزل زي ما هي في دي باي دي اكس بتاع دي واي باي دي تي. دي باي دي اكس بتاع دي واي باي دي تي بيساوي ايه؟ يساوي دي باي دي تي بتاع دي واي باي دي تي في دي تي باي دي اكس باي يوزنج تشين رول. يبقى ده بيساوي 2 دي واي باي دي تي زائد 2 اكس في دي باي دي. بدل ما هفاضل بالنسبه لاكس هفاضل بالنسبه لتي واضرب في تفاضل التي بالنسبه لاكس اللي هي بتساوي 2 اكس، زي ما عملت مع الواي داش بالظبط وانا بجيب الواي داش. طيب يبقى ده بيساوي كام؟ يبقى الدي واي ماشي هنسيبه زي ما هو يعني ماشي اوكي، يعني ده 2 دي واي باي دي تي زائد 2 اكس في 2 اكس اهي 2 دي واي اذا ما كنتش انا كاتبها في السلايد زائد 4 اكس سكويرد دي 2 واي باي دي تي سكوير. ده مين ده؟ ده اللي هو الواي دبل داش ماشي. هعوض بقى في الديفرنشال ايكويشن الواي دبل داش دي هضربها في اكس سكويرد يطلع لي 4 اكس سكويرد دي 2 واي باي دي تي سكويرد في اكس سكويرد يبقى 4 اكس سكويرد في اكس سكويرد تاني يبقى 4 اكس باور 4 اهي. وال2 دي واي باي دي تي هتضرب في اكس سكويرد 2 اكس سكويرد دي واي باي دي تي. ده الترم الاولاني بتاع الواي داش زائد اكس في واي داش. واي داش بيساوي 2 اكس دي واي باي دي تي يبقى اكس في 2 اكس يبقى 2 اكس سكويرد دي واي باي دي تي. ادي الترم بتاع الواي داش زائد 4 في اكس باور 4 ناقص 1. شيل دلوقتي الاكس باور 4 وخليها بايه؟ بتي سكويرد، والاكس سكويرد بتي. يبقى ده بيساوي تي سكويرد زائد تي سكويرد في دي 2 واي باي دي تي سكويرد زائد تي في دي واي باي دي تي زائد تي سكويرد ناقص 1 في ايه؟ واي بيساوي 0. طبعا الترمين دول على بعض يتجمعوا يديني 4 اكس سكويرد دي واي باي دي تي. الاربعه دي تروح مع الاربعه دي تروح مع الاربعه دي، وده سبب ان هنا اهوت مفيش اربعه. تيجي لي ديت المعادله ديت هي معادله بتاعه ايه؟ بيسل ديفرنشال ايكويشن، بس الاندبندنت فاريبل اسمه تي، واللامدا بتاعتها بيساوي 1 والنيو بتاعها بيساوي 1 يعني انتجر، يعني الحل هيظهر فيه الفيرست كايند والسكند كايند. ويبقى على كده اقدر اكتب ان الواي بيساوي سي 1 جي 1 اوف تي زائد سي 2 واي 1 اوف تي. المساله ما فيهاش تي فلازم اشيل التي وارجعها تاني بتساوي اكس سكويرد من السبستيوشن اللي انا ايه اللي انا استخدمته. يبقى اذا الحل هيبقى عباره عن سي 1 جي 1 اوف اكس سكويرد زائد سي 2 واي 1 اوف اكس سكويرد. يبقى كده انا حليت ان ترمز اوف بيسل فانكشن. هي ما كانتش بيسل ديفرنشال ايكويشن، كانت بايز. الترم الثالث بتاعها كان بايز. انا استخدمت سبستيوشن شلت الاندبندنت فاريبل وجبت اندبندنت فاريبل جديد اسمه تي، وبناء عليه طلعت لي ديفرنشال ايكويشن هي بيسل ديفرنشال ايكويشن. ديت هي بيسل ديفرنشال ايكويشن، عشان كده قدرت اجيب الحل بتاعها. اي سؤال؟ تلاقي بقى في المسائل ممكن يظهر لك في المسائل بدل الاكس باور 4 اللي ظهر عندي دي تبقى اكس بس، فاروح واخد الاكس بس دي واقول هي دي اللي بتساوي تي سكوير، او بدل اكس باور 4 تبقى اكس باور 3 اروح واخد الاكس باور 3 دي واقول دي اسويها بتي سكوير، وهكذا وهكذا. اي بوظان في الترم الثالث يستدعي ان انت تغير الاندبندنت فاريبل علشان خاطر توصلها لايه؟ لبس. اوكي؟ طيب ناخد مثال تاني ونشوف ايه البوظان اللي فيه. اكس واي دبل داش زائد 3 واي داش
زائد x في y بيساوي صفر، وبيقول لي solve in terms of Bessel functions. هل دي Bessel differential equation؟ لا، مش Bessel differential equation. مش علشان خاطر الx، مش علشان خاطر x في y double dash، لا، عشان خاطر التلاتة اللي موجودة عندي دي. ازاي يعني؟ يعني انا لو ضربت في x هتبقى عندي x سكوير y double dash هيتظبطت، بس زائد 3 x y dash زائد x سكويرد في y بيساوي صفر. فالمشكلة هنا هوت في وجود التلاتة دي، فكده مش تالت ترم هو اللي بايظ، لا، كده هو تاني ترم هو اللي بايظ. فإذا كان البوظان في تاني ترم أو في أول ترم، أو إذا كان البوظان في أول ترمين دولة، نوع السبستيوشن اللي أنا هستخدمه هيبقى مختلف علشان يوصل عشان يوصل الديفرنشال إيكويشن دي إلى بيسل ديفرنشال إيكويشن. طيب هيبقى إيه السبستيوشن؟ هو ده، let y بيساوي x power alpha في u. أنا هنا مش هشيل ال x، أنا هنا ال independent variable هيفضل x، بس هشيل ال y، هشيل الفانكشن نفسها، وهقول y بيساوي x power alpha، أنا معرفش alpha بكام، هحسب في u. وأتمنى إن أنا لما أشيل y وأشيل y dash وy double dash وعوض بيهم في المعادلة يظهر لي Bessel differential equation في ال u. ده السبب بتاع التعويض بتاعي. فتعالوا نعمل كده. يبقى إذا كان البوظان في ثالث ترم بستخدم substitution يشيل الـ independent variable، هغير الـ independent variable. أما لما يكون البوظان في أول ترمين، لما يكون coefficient بايظ، هقول إن هغير الـ y نفسه، بقول let y بيساوي x power alpha في. طيب إذا كان y بيساوي x power alpha في u، يبقى y dash بيساوي x power alpha u dash زائد alpha x power alpha ناقص 1 في u. فاضل حصل ضرب، وy double dash هفاضل تاني حصل ضرب، هيديني أربع ترمات، هيديني أربع ترمات. الأربع ترمات دول أختصرهم، يعني ده هيساوي إيه لما نيجي نفضله؟ ده هيساوي x power alpha u double dash زائد alpha x power alpha ناقص 1 u dash، ده أول ترم، زائد alpha x power alpha ناقص 1 u dash زائد alpha في alpha ناقص 1 x power alpha ناقص 2 u بس، ماشي؟ اللي هو تفاضل حصل ضرب بالنسبة للترمين. فبيجي لي alpha x power alpha ناقص 1 u dash وترم تاني قدي alpha x power alpha ناقص 1 u dash، يبقى 2 alpha، ده سبب الاثنين اللي ظهر عندي. يبقى y double dash بيساوي x power alpha u double dash زائد 2 alpha x power alpha ناقص 1 u dash زائد alpha في alpha ناقص 1 x power alpha ناقص 2 u. once ان انا فكرت ان انا اعوض بالتعويض ده، y بيساوي x power alpha u، يبقى y dash وy double dash دولة ثابتين ومحفوظين وما بيتغيروش من مسألة للتانية، ماشي؟ يعني النتائج اللي انا مبروزها دي انا مبروزها علشان انا هحفظها، مش في كل مرة هقعد ايه، هقعد اعمل التفاضلات دي. هاخد الكلام ده كله بقى وعوض بيه في الديفرنشال ايكويشن. فx في y double dash هنضرب الثلاث ترمات بتوع ال y double dash دول في x، فيجي لنا x power alpha زائد 1 u double dash، اهو x power alpha زائد 1 u double dash زائد 2 alpha x power alpha بس الترم الثاني في u dash زائد alpha في alpha ناقص 1 x power alpha ناقص 1 مش ناقص 2 في u، علشان انا ضربت ال y double dash في x، زائد 3 y dash، 3 y dash يعني 3 x power alpha في u dash، اهو ادي اول ترم 3 x power alpha في u dash اول ترم تحت، زائد 3 alpha x power alpha ناقص 1 في u، اهو كده انا جبت 3 y dash زائد x في y، x في y هيديني x power alpha زائد 1 في u، الكلام ده بيساوي صفر، ماشي؟ لم الحاجات اللي فيها y double dash هو الترم ده بس، لم الحاجات اللي فيها y dash هما الترمين دول بس، لم الحاجات اللي فيها y سوري u double dash و u dash
الحاجات اللي فيها يو هم الثلاث ترمات دول. ماشي؟ طيب هنختصرهم كده. يبقى إذن ده هيساوي، بص معايا كده، اكس باور الفا زائد 1 في يو دبل داش، ده اول تيرم، زائد 2 الفا زائد 3 مضروب في اكس باور الفا يو داش، انا خدت اكس باور الفا يو داش مشترك، زائد الترم الثلاث ترمات الباقيين في ترمين فيهم مضروبين في اكس باور الفا ناقص 1، وفي ترم مضروب في اكس باور الفا زائد 1. الترمين اللي مضروبين في اكس باور الفا ناقص 1 لو خدت اكس باور الفا ناقص 1 كومن فاكتور يديني ايه؟ الفا في الفا ناقص 1 اللي هو ده اهو، الفا في الفا ناقص 1 زائد 3 الفا. دي الحاجات اللي مضروبه في اكس باور الفا ناقص 1 في يو بره واخدها كومن فاكتور. اما في اكس باور الفا زائد 1 هو اكس باور الفا زائد 1 بس مضروب في يو. دلوقتي انا ايه اللي انا عايز اجيبه؟ عايز احدد الفا. الفا بتساوي كام علشان خاطر المعادله دي تبقى بيسل ديفرنشال ايكويشن؟ انا هدفي ان بعد السبستيوشن اختار الفا اللي تخلي دي بيسل ديفرنشال ايكويشن. عشان دي تبقى بيسل ديفرنشال ايكويشن اختار الالفا بيساوي كام؟ ما يجيش واحد يقول لي اختار الالفا بواحد، مش صح. مش صح ان انا اختار الالفا، ولو اخترت الالفا بواحد هيبقى الكوفيشنت هنا بيساوي كام؟ 2 في 1 زائد 3، الكوفيشنت ما اتغيرش، الكوفيشنت بقى 5، 5 اكس يو داش، 5 اكس يو داش، الكلام ده مش صح. فاذا انا ما بختارش الالفا، سوري يا جماعه بص على حاجه، انا ما بختار سوري انا ما بختارش الالفا من الباور. ليه بقى؟ لان دي هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن، اقدر اضرب الطرفين في اكس او اكس سكوير ده واكس كيوب، لكن الالفا بتتحسب من ان انا عامل الشغلانه دي كلها عشان الثلاثه اللي موجوده عندي فوق، فانا هختار الالفا اللي تخلي الكوفيشنت بتاع اكس باور الفا في يو داش بيساوي 1، فهختار 2 الفا زائد 3 بيساوي 1، واحسب منها الالفا بتاعتي تطلع الفا بيساوي ناقص 1. الفا بيساوي ناقص 1 ارجع بقى عوض بيها في الديفرنشال، ارجع عوض بيها في الديفرنشال ايكويشن اللي فوق، يطلع لك ايه؟ يطلع لك اكس باور 0 في يو دبل داش زائد اكس باور ناقص 1 في يو داش اللي هي 1 على اكس في يو داش زائد، لما تعوض عن الفا بناقص 1 يبقى الترم الثالث ده هيبقى ايه؟ هركز معايا كده، الترم الثالث ادي الالفا دي بناقص 1، والفا ناقص 1 هيبقى ناقص 2، يبقى ناقص 1 في ناقص 2 بزائد 2، زائد 3 في الفا اللي هي بتساوي ناقص 1 يعني ناقص 3، يبقى زائد 2 ناقص 3 يبقى ناقص 1، اهو ناقص 1 في اكس باور الفا ناقص 1 اللي هي اكس باور ناقص 2، يبقى ناقص 1 على اكس سكوير زائد 1 اللي هي اكس باور 0 في يو. اضرب المعادلة دي كلها في اكس سكوير، اهي المعادلة اهي صادق، لو ضربتها في اكس سكوير هيديني ايه؟ اكس سكوير يو دبل داش زائد اكس يو داش زائد اكس سكوير ناقص 1 في يو اللي هي دي. دي بقى ايه؟ بيسل ديفرنشال ايكويشن. اللامدا بتاعتها بكام؟ 1، والنيو بتاعها بيساوي 1. يبقى اذا الحل هيحتوي نيو انتجر، الحل هيحتوي الجي والي والواي، ويبقى اقدر اكتب ان اليو جنرال يو بقى يو جنرال سوليوشن بيساوي سي 1 جي 1 اوف اكس زائد سي 2 واي 1 اوف اكس. طيب انا كده جبت اليو، ايه علاقه اليو بالواي؟ انا اصلا كنت قلت ان الواي بيساوي اكس باور الفا في يو، والفا طلعت لي بناقص 1، يعني الواي بيساوي 1 على اكس في يو، يبقى الواي جنرال سوليوشن بيساوي 1 على اكس في اليو جنرال سوليوشن اللي عندي. اوكي، حد عنده اي مشاكل؟
دكتور دلوقتي انا لو عندي مشكله في اي ترم من الاثنين اللي في الاول ده احنا هنستخدم الفورم اللي احنا كتبناها دي. يس yes, صح. لو الكوفيشنتس مش قد بعضها, اصل لو الكوفيشنت قد بعضها تقدر تقسم عليها. يعني مثلا لو جبت لك مساله 5 اكس سكوير يو دبل داش زائد 5 اكس يو داش, ما تقوليش الترمين بايظين عشان في 5, لا نقدر نقسم على الخمسه. لكن امتى يبقى 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 مش بيسل ديفرنشال ايكويشن؟ لو 5 اكس زائد مثلا 7, يبقى هنا محتاج سبستيوشن من نوع اللي هو x باور الفا في يو, y بيساوي x باور الفا في يو. لو البوزون في الترم الثالث يبقى هتشيل الاندبندنت فاريبل من نوع السبستيوشن الاولاني. اي مشاكل؟ تمام شكرا. تمام. كنا قلنا من شويه ان لما تكون ال n ديت انتجر يبقى في ديبندنس ما بين جي ناقص ان وجي ان, يا بتساويها يا بتساويها باشاره, الديبندنس على الان فرديه ولا زوجيه. وده اللي احنا كنا قلناه ان جي ناقص ان اوف اكس بيساوي ناقص 1 باور ان جي ان, بس ما اثبتناهاش, عايزين نثبتها دلوقتي. ازاي؟ هنبتدي نحط الاكسبريشن بتاع جي ناقص ان من السيجما. جي ناقص ان اوف اكس بيساوي سيجما من ان بيس ان سمول بيساوي صفر لما لا نهايه ناقص 1 باور ان اكس على 2 باور 2 ان العداد ماينس كابيتال ان, بدل النيو كتبت كابيتال ان, كتبت ماينس كابيتال ان. تحت فاكتوريال ان جاما ان ناقص كابيتال ان زائد 1 اللي هي اساسها ان ناقص نيو ان زائد نيو زائد 1, والنيو بتاعتي بتساوي ناقص ان. طيب دلوقتي بقى انا عندي كل اثبات يا جماعه, الاثباتات كلها معانا اللي احنا بنثبتها, مش بس الاثباتات, الاثباتات اللي احنا بنثبتها والاثباتات اللي انا بسيبها لكم. طيب جي ناقص ان ديت الاثبات بتاعها بقول لك كل اثبات وليه الكي بتاعه. ايه الكي بقى بتاعها, بتاع الاثبات بتاعها؟ في الجاما اللي تحت دي, الجاما اللي تحت دي اللي جواها كلهم انتجرز, الان ديت العداد 0 و1 و2 و3 و4, والواحد ده انتجر والان ديت انتجر, ففي فرصه ان اللي تحت ده بيساوي صفر. لو كان اللي تحت ده بيساوي صفر هيبقى جاما صفر بايه؟ بانفينيتي. او لو اللي تحت ده بيساوي ناقص 1, او لو اللي تحت ده بيساوي ناقص 1 يديني جاما ناقص 1 برضه بانفينيتي. او اللي تحت ده لما يكون بيساوي ناقص 2 يبقى تحت جاما ناقص 2 بيساوي ايه؟ بيساوي انفينيتي برضه. ولما يكون الجاما بانفينيتي يبقى الترم بتاعها بصفر, واحد على انفينيتي بصفر. اذا في شويه ترمات في بدايه السيجما دي قيمهم صفر, شويه الترمات اللي قيمهم صفر دول اول ترم ما بيساويش صفر امتى؟ لما يكون الجاما اللي تحت دي جاما 1. اول ترم ما بيساويش صفر لما اللي تحت ده بيساوي جاما واحد, عشان جاما واحد بواحد. لكن اللي قبل كده, اللي قبل كده هيبقى جاما صفر وجاما ناقص واحد وجاما ناقص اتنين كلهم بصفر. اذا السيجما دي هتبتدي مش من عند الصفر, هتبتدي من عند لما ان بيساوي كابيتال ان. ليه؟ لما ان بيساوي كابيتال ان ده هيديني جاما واحد, ويبقى السيجما ديت من اول ان بيساوي ان. خد بالك من حته خطيره, ده الكي بتاع هذا الايه؟ الاثبات. ده الكي, الكي في الجاما دي, ان الجاما دي ممكن تساوي ما لا نهايه. لو ساوت ما لا نهايه, انا بعيد تاني, لو ساوت ما لا نهايه يبقى واحد عليها بيساوي صفر. طب امتى بتساوي ما لا نهايه؟ طول ما اللي جواها نيجاتيف انتجر او زيرو. امتى بقى ما بتساويش ما لا نهايه من اول الواحد؟ طب الواحد ده بيحصل امتى؟ لما ان سمول بيساوي كابيتال ان. يبقى بدايه السيجما من اول سيجما ان بيساوي كابيتال ان, واللي جوه زي ما هو ما عملش فيه اي حاجه. انا عايز اثبت ايه؟ انا عايز اثبت ان ده بيساوي ناقص 1 باور ان في جي, فهرجع تاني عايزها تبقى سيجما من اول الصفر, فهغير اسم العداد وهقول حط ان ماينس ان ده بيساوي عداد تاني
جديد اسمه كي. اشمعنى ليه عملت كده؟ عشان لما ان بيساوي كابيتال ان تبقى الكي بتساوي صفر، ويبقى انا عندي سيجما من اول كي بيساوي صفر لغايه ما لا نهايه بتاع مش عارف ايه، اقدر اقول ده بيسل ولا مش بيسل. طيب فلما احط الان بيساوي ان ماينس كابيتال ان بيساوي كي، يبقى الان بيساوي ان سمول بيساوي ان زائد كي. كل ان سمول بان زائد كي، يبقى عندي هنا هوت الناقص واحد، دي هتبقى ناقص واحد باور ايه؟ باور ان كابيتال زائد كي. هعوض اهو اهي كي زائد ان كابيتال، واكس على 2 هتبقى 2 ان اللي هي 2 في في كي زائد كابيتال ان ناقص الان اللي موجوده اصلا. وتحت عندي هنا هوت فاكتوريال ان، هيبقى فاكتوريال كابيتال ان زائد كي، والجاما هتبقى جاما ان ماينس كي، دي انا واخدها ان ماينس كابيتال ان انا واخدها بكي، يبقى جاما كي زائد 1. انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل ان ده بيساوي ناقص 1 باور ان في جي ان. هل في ناقص 1 باور كابيتال ان عندي؟ اه ناقص 1 باور كي، دي جوه السيجما ما تطلعش بره، لكن ناقص 1 باور ان تقدر تطلعها بره. طلعها لي بره، طلع عندك كده ناقص 1 باور ان بره اهي، يفضل جوه سيجما من كي بيساوي 0 لما لا نهايه ناقص 1 باور كي بس فوق. والاكس على 2 تبقى 2 كي زائد كابيتال ان، في 2 ان ماينس ان فوق. تحت عندي بقى، بص معايا بص معايا، الجاما كي زائد 1 دي هخليها فاكتوريال كي اهي، والفاكتوريال كي زائد ان دي هخليها جاما كي زائد ان زائد 1. كده اصبحت الصوره اللي عندي ديت هي عباره عن ايه؟ اللي عندي ده هو عباره عن مين؟ اللي عندي ده عباره عن جي ان كابيتال، يبقى ده بيساوي ناقص 1 باور ان جي ان، وانا كده اثبتت. اي سؤال؟ ايه الجراف بتاع البيسل فانكشنز؟ بيسل فانكشنز دول فانكشنز، يعني ايه الجراف بتاعها عشان اقدر اعرف البروبرتيز بتاعها ايه؟ ما اجي اشوف الناس اللي طلعوا البيسل فانكشنز الفيرست كاين، لقوا ان الجراف بتاعهم هو تقريبا ساين بس دامبد، كانها ساين. بص جي نوت، جي نوت بتبتدي عند الزيرو قيمتها بواحد، وبعد كده تنزل تبقى كانها ساين بس بتدامب، بتدامب كل شويه. الامبليتيود قاعد عمال، ادي الامبليتيود اهو بص، قاعد عمال يقل يقل، بالك امبليتيود بي ال المسافه دي، البيك بتاعها بتقل. وكل البيسل فانكشنز بالشكل ده، جي واحد ساين كانه ساين، ويفضل الامبليتيود كانه ساين ودامبل، وجي نو وجي 2 وجي 3 وجي 4 وجي 5 وهكذا. جيد جدا ان احنا نلاحظ ان كل البيسل فانكشنز عند الزيرو بزيرو ما عدا جي نوت. جي نوت اوف زيرو هي الوحيده اللي بتساوي واحد. يعني انا لو جيت اقول كده اهوت جي ان اوف زيرو بيساوي زيرو if n ما بتساويش زيرو، وبيساوي واحد if n بيساوي زيرو. j not of زيرو بيساوي واحد، لكن كل البيسل فانكشنز عند الزيرو قيمهم زيرو. لو تلاحظ كمان ان كل ما الاندكس يزيد، الاندكس ده اللي هو انت بتقول ايه، j واحد، الواحد دي اسمها الاندكس بتاع البيسل فانكشن، جي واحد جي اتنين جي تلاتة جي، كل ما الاندكس بيزيد كل ما البيك، اعلى بيك اعلى بيك في الفانكشن تقل. يعني انا لو جيت اجيب اشوف كده هو الجي واحد، هلاقي اعلى بيك ليها اقل من اعلى بيك لجي نوت، ولما اجي اشوف جي اتنين هلاقي ان اعلى بيك اقل من اعلى بيك لجي واحد، وهكذا جي تلاتة اعلى بيك ليها اقل من اعلى بيك لجي 2 واقل من جي 1 واقل من جي 2 وهكذا. وبالتالي
لما اجي اشوف كده هو كل ما الاندكس يزيد كل ما الفانكشن الامبليتيود بتاعها بيقل. ثيوريتيكالي لما الاندكس بتاع البسل يوصل لما لا نهايه هتبقى الفانكشن دي ايدنتيكالي زيرو، جي ما لا نهايه نقدر نكتبها هنا جي ما لا نهايه اوف اكس دي هتساوي زيرو، لان كل ما الان بتزيد يعني كل ما ايه كل ما الامبليتيودز قاعد عماله تقل 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 ثيوريتيكالي عند ما لا نهايه بيساوي صفر. زي ما احنا شايفين هنا هوت ان البسل فانكشن الفيرست كايند باوندد، باوندد يعني قيمتها ما بتساويش ما لا نهايه عند اي نقطه، ف ده الرسمه بتاعتها. اما بقى الوايات فالوايات قريبين من الجهات من ناحيه انها ساين ودامبت برضو، بس كلهم مشتركين في حاجه واحده ان كلهم عند الزيرو بيساووا نيجاتيف انفينيتي. يعني y n of 0 بيساوي نيجاتيف انفينيتي for all n 0 ولا مش 0 for all indices لكل الانديسيز. السكند كايند عامل كده. فنقدر نلخص اللي احنا قلناه ده هو ان احنا نقول ايه الفاكتس دي. اولا j not of 0 بيساوي 1، اما j n of 0 بيساوي 0 for all n تانية غير الايه غير الزيرو، وجي ما لا نهايه اوف اكس بيساوي صفر زي ما احنا كتبنا. تاني حاجه جي ان از باوندد فانكشن، جي ان ديت قيمتها لا تتعدى واحد، اعلى قيمه ليها بواحد، ودي بتحصل عند نقطه واحده بس عند اكس بيساوي صفر للجي نوت، اما بقيه الجهات قيمهم اقل من واحد. دي نقطه. نمره اتنين الواي ان بقى انباوندد عند الزيرو، انباوندد عند الزيرو ماشي، قيمتها بتساوي نيجاتيف انفينيتي عند الزيرو. ثالث حاجه نقول بسل فانكشن كان بي ريبريزنتد از ا دامبد ساين فانكشن فور لارج اكس، لما الاكس تبقى لارج احنا نقدر نثبت ان البسل فانكشن هي عباره عن دامبد. هيبقى شكلها ايه اهي، هيبقى الواي فور لارج اكس، ده لما اكس تبقى لارج، اكس از لارج لما قيمتها تبقى كبيره قوي، يطلع شكل الحل بتاع بيسل ديفرنشال ايكويشن ساين بس مقسوم على جذر اكس، وبالتالي كل ما اكس تزيد كل ما ايه كل ما الواي بتقل عشان مقسومه على جذر، عشان مقسومه على جذر اكس ماشي. دي الرسومات بتاعت البيسل. طبعا لما هتيجي تدرس بعد كده، مش عارف انتوا درستوا كوميونيكيشن ولا لا، يمكن السنه اللي جايه ولا حاجه، لما هتيجي تدرس الاف ام سبيكترم في الكوميونيكيشن بقى، لما هتيجي تدرس الاف ام سبيكترم اللي هو الفريكوانسي مودوليتد سبيكترم او الفريكوانسي مودوليتد سيجنال، يعني لما تيجي تدرس الفريكوانسي مودوليتد سبيكترم تجد ان الديفرنشال ايكويشن اللي بتوصفه هتطلع بسل بسل ديفرنشال ايكويشن، وهيبقى النيو بتاعها بيساوي زيرو، وهيطلع الحل هو عباره عن جي نوت اوف اكس، هيطلع حل الاف ام سبيكترم يطلع زي الجي نوت، يطلع زي الجي نوت عند الزيرو قيمته واحد وقاعد عمال يدام، خد بالك. فعشان بس في حد يقول لي ايه اهميه الكلام ده، هيمر علينا ازاي يعني هنشوفه ازاي، انت هتتعرض بعد كده ان يبقى في عندك ديفرنشال ايكويشن وانت عايز تحلها وتطلع الديفرنشال ايكويشن دي بيسل ديفرنشال ايكويشن. فاذا انت عارف البروبرتيز بتاع البيسل ديفرنشال ايكويشن تقدر تاكسبكت الحل شكله ايه. اوكي، حد عنده مشاكل لغايه دلوقتي؟ دكتور هو الاكس اللي اعتبرها درجه من اول فين بالظبط؟ يعني مش حوالين الواحد ولا الاثنين ولا الثلاثه، يعني ممكن من اول 10 مثلا، مش حوالين البدايه يعني من اول اكس بيساوي 2 باي و 3 باي. تمام شكرا. لا اي حد عنده سؤال تاني؟ طيب نكمل. من ضمن البروبرتيز بتاعه
بيسل فانكشن في بروزين. برضو دي من ضمن الحاجات، ايه علاقة البيسل فانكشن بالساين والكوزاين؟ ان احنا نقدر نثبت، وهثبت لكم واحد والتاني سيميلرلي زيه، هسيبكم تثبتوه. نقدر نثبت ان جي نص اوف اكس بيساوي جذر 2 على باي اكس ساين اكس، وجي ناقص نص اوف اكس بيساوي جذر 2 على باي اكس كوزاين اكس. عشان اثبت اي واحده فيهم، ولكن هثبت الاولانيه، ابتدي اقول هي جي نص، هي جي نص بيساوي ايه؟ ابتدي احط الاكسبريشن بتاع البيسل، احط النيو بيساوي نص، يطلع بالشكل ده. جي نص اوف اكس بيساوي سيجما من ان بيساوي 0 من النهايه ناقص 1 باور ان اكس على 2 باور 2 ان زائد نص زائد نيو على فاكتوريال ان جاما ان زائد نص زائد 1. انا عايز ان اوصل الى ان ده بيساوي جذر 2 على باي اكس في حاجه، فانا هعمل ايه؟ هضرب في جذر 2 على باي اكس بره واضرب في مقلوبها جوه، يبقى انا كده ما عملتش حاجه. انا ما عملتش اي حاجه، جاست بس ضربت في جذر 2 على باي اكس اهو بره، وضربت جوه في جذر باي اكس على 2، ما عملتش حاجه. الاثنين هتروح مع الاثنين، والباي اكس مع الباي اكس، ومفيش حاجه حصل. وابتدي اختصر، مفروض ان انا خلاص جبت جذر 2 على باي اكس، مفروض ان انا ده هيطلع بيساوي ساين. طب هو الساين ده، ما هو ده لازم يبقى في ذاكرتي او في مخيلتي كده. طب انا ده عايز اوصله لساين، هو الساين بيساوي سيجما ايه؟ ساين اكس بيساوي سيجما ايه؟ سيجما ناقص 1 باور ان اكس باور 2 ان زائد 1 على 2 ان زائد 1 فاكتوريال من ان بيساوي 0 لغايه ما لا نهايه. ده اللي هم كانوا بيسموه ماكلورين اكسبانشن بتاع ايه؟ بتاع الساين، اللي هو كنا بنفكه ساين اكس. افكرك ساين اكس بيساوي اكس ناقص اكس كيوب على فاكتوريال 3 زائد اكس باور 5 على فاكتوريال 5 زائد او ناقص، اللي بعديها يبقى ناقص اكس باور 7 على فاكتوريال 7، واللي بعديه زائد اكس باور 9 على فاكتوريال 9 وهكذا. ده لما نيجي نحطه في صوره سيجما يطلع بالشكل ده. فهل ده يوصلني لده؟ في بعض الحاجات ابتدت موجوده، يعني ناقص 1 باور ان موجوده، فنبتدي نوصله للصوره دي. فاول حاجه في عندي هنا هو اكس على 2 باور نص، وفي عندي اكس على 2 باور 2 ان زائد نص، يبقى عندي اكس على 2 باور 2 ان زائد 1. دي اول حاجه هنعملها اهي. لما لقيت انها اكس على 2 باور 2 ان زائد 1، وانا عندي هنا هوت في الساين اكس بس باور 2 ان زائد 1، عندي سبب قوي ودافع قوي ان انا اقسمهم، تبقى اكس باور 2 ان زائد 1 على 2 باور 2 ان زائد 1. ده اللي انا عملته اهو، اكس باور 2 ان زائد 1 على 2 باور 2 ان زائد 1، وادي الناقص 1 باور ان موجود، وادي الفاكتوريال ان موجود، وادي الجاما ان زائد 3 على 2 موجوده، ويفضل جذر باي. عايز بقى اشيل الجاما ان زائد 3 على 2، وهنا بقى تيجي اهميه المساله. مش عارف جات لكم في الميد ترم ولا جت ولا ما جاتش، انك اكسبريس جاما ان زائد 3 على 2 دي ان ايه؟ ان كومباكت فورم، انك تفكها، وتقدر تفكها وتستخدمها بطريقتين، يا اما تفكها يا اما تستخدم لجندر دوبليكيشن فورملا. انا هستخدم لجندر دوبليكيشن فورملا. يوزنج لجندر دوبليكيشن فورملا نقدر نقول ان جذر باي في جاما 2x بيساوي 2 باور 2x ناقص 1 جاما x جاما x زائد نص. دي اسمها لجندر دوبليكيشن فورملا. علشان اجيب منها جاما ان زائد 3 على 2، دي جاما اكس زائد 1، اخد الاكس دي واحطها بان زائد 1 عشان يبقى ان زائد 1 زائد نص، تديني الان زائد 3 على 2 اللي انا عايز اوصل له. يبقى اذا حط في الاكسبريشن في ليجندر دوبليكيشن فورمولا دي الاكس بتاعي بان زائد 1، نوصل لدي، يبقى 2 اهي 2 باور 2 اكس يعني 2 ان زائد 2 وناقص 1 يبقى 2 ان زائد 1 في
جاما ان زائد واحد اللي هو فاكتوريال ان في جاما ان معلش دي ان في جاما ان زائد 3 على 2 بيساوي ايه بقى؟ بيساوي جذر باي في جاما 2 ان زائد 2 جاما 2 ان زائد 2 ساوي فاكتوريال 2 ان زائد 1 اوكي. طيب لقيت ايه بقى؟ لقيت 2 باور 2 ان زائد 1 في فاكتوريال ان في جاما ان زائد 3 على 2 كل دول على بعضهم اشيلهم واحطهم فوق بايه؟ جذر باي في فاكتوريال 2 ان زائد ايه 1 جذر باي هيروح ماشي. يبقى اذا جي نص اللي عندي بيساوي جذر 2 على باي اكس سيجما من ان بيساوي صفر لما لا نهايه الناقص 1 باور ان فوق والاكس باور 2 ان زائد 1 لسه موجوده والجذر باي زي ما قلت لكم راحت والثلاث ترمات اللي مضروبين تحت دول ادوني ايه؟ يفضل 2 ان زائد 1 فاكتوريال. ايه اللي فضل ده؟ ده الساين. يبقى اذا انا اثبتت ان ده بيساوي جذر 2 على باي اكس ساين ماشي. اسالوا لو انتوا عايزين تسالوا في اي حاجه، في اي حاجه وقعت منكم اسالوا. بالمثل نقدر نثبت ان جي ناقص نص بيساوي جذر 2 على باي اكس كوزاين. Similarly, we can prove that g ناقص نص بيساوي جذر 2 على باي اكس كوزاين. خلي بالك نص الاثباتات او بعض الاثباتات انا ببقى سايبها لك. الاثباتات دي لازم حضرتك تثبتها بايدك لان لو بقول لك similarly هتبقى similarly فاقدر اسالك فيها في الامتحان. اي سؤال؟ دكتور بعد اذنك. هو حضرتك دلوقتي بالطريقه بتاعت ماكلورين اللي حضرتك فكيت بيها الساين او الكوساين يعني لما حضرتك قلتها خلاص يعني احنا افتكرنا وافتكرت السيريز ازاي بتتكتب بس اي حاجه تانية انا مش هبقى فاكر يعني بتتفك ازاي فدي هتبقى مشكله ولا ده معناه ان انت كمان تبقى فاكر الكوساين يعني احنا ما كوساين والكوساين مفهوم تمام بس مش عايز اكتر من كده. ما هو بص المنهج بتاعك ده هو صحيح هو منهج دسم وزي ما انت شايف كده الشغل الرياضه بتاعتها مش بسيطه مش عايز اقول عنيفه لكن مش بسيطه ايوه ولكن الخروج عن النص فيه قليل قوي 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 قليل قوي 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 يعني انا مش هاجي اقول لك اثبت ان مش عارف جي نص جي كذا لها علاقه بالتين لا مش هعمل كده. طب تمام شكرا حضرتك. ضمن البروبرتيز ان دي باي دي اكس بتاع اكس باور ان جي ان بيساوي اكس باور ان جي ان ناقص 1 يعني لو انا عايز اجيب تفاضل اكس باور 5 جي 5 يطلع اكس باور 5 جي 4 لو عايز اجيب تفاضل اكس جي 1 يطلع باكس جي نوت لو عايز اجيب تفاضل اكس باور 7 جي 7 يبقى بإكس باور 7 جي 6 ماشي؟ هنثبتها وهنكتب واحدة تانية نثبتها إزاي؟ بنفس الطريقة اللي أثبتنا بيها الجينوس نكتب الإكسبريشن بتاع جي إن بيساوي كام؟ ونضربه في إكس باور إن وإيه؟ ونفضله فدي باي دي إكس بتاع إكس باور إن جي إن وفي إكس بيساوي دي باي دي إكس بتاع إكس باور إن في جي إن بقى يساوي سيجما خد بالك أنا لما كنت بكتب جي نيو كنت بقول جي نيو بيساوي سيجما من أول إن بيساوي صفر لغاية ما لا نهاية مش عارف إيه وبكتب فلما أنا عايز أجيب جي إن نفسها ما أجيش أقول سيجما من أول إن أغير اسم العداد خلي العداد على أي عداد تاني على أي رمز تاني سيجما من كي بيساوي صفر من آر بيساوي من إس بيساوي صفر لما لا نهاية واخد بالك عشان ما يبقاش عندي ال n ليها مدلولين فانا هقول ان جي ان ده بيساوي سيجما من كي بيساوي صفر العداد اسمه كي ناقص 1 باور كي اكس على 2 باور 2 كي زائد ان فاكتوريال كي تحت جاما كي زائد ان زائد ايه زائد 1 واضربه في اكس باور ان
وفاضل ادخل الاكس بار ان جوه هيبقى بص بقى الاكس على 2 باور 2 كي زائد ان خليتها اكس باور 2 كي زائد ان على 2 باور 2 كي زائد ان ليه؟ عشان انا بعد كده هفاضل بالنسبه لاكس فعايز اخليها اكس باور حاجه مش اكس على 2 باور حاجه ماشي فانا فكيت وضربت الاكس باور ان جوه فبقت اكس باور 2 كي زائد 2 ان بناقص 1 باور كي وتحت عندي ال 2 باور 2 كي زائد ان نزلت من فوق و فاكتوريال كي جاما كي زائد ان زائد اي واحد ما تتخضش لان مفيش غير الاكس باور 2 كي زائد 2 ان هي اللي هتتفاضل اما بقيه الترمات دي ثوابت لما تيجي تفاضل ده بالنسبه لاكس خلاص ده كانك بتفاضل اكس باور 5 5 اكس باور 4 فهيتفاضل ازاي اهو ادي الناقص 1 باور كي وادي التفاضل بتاع اكس باور 2 كي زائد 2 ان ب 2 كي زائد 2 ان في اكس باور 2 كي زائد 2 ان ناقص 1 بس انا كتبت 2 كي زائد ان زائد 2 ان كتبتها 2 في كي زائد ان اللي هي ديت ايه هي وتحت 2 باور 2 كي زائد ان فاكتوريال كي جاما كي زائد ان زائد زي ما هي انا عايز اثبت ايه ان التفاضل ده بيساوي اكس باور ان في حاجه طلع لي هنا هوت من جوه اكس باور ان بره فلما ناخد اكس باور ان مشترك بره يديني اكس باور كام دي عباره عن اكس باور ان في اكس باور 2 كي زائد 1 ان ناقص 1 ماشي ولما نختصر 2 من الاثنينات دي لما نختصر 2 من الاثنينات دي يتفضل ايه 2 باور 2 كي زائد ان ناقص 1 ده اللي انا هعمله اهو خدت الاكس باور ان بره خالص اهي بقى سيجما من اول كي بيساوي صفر لما لا نهايه 2 باور 2 كي زائد ان ناقص 1 عشان اختصرتها مع الاثنين اللي فوق ماشي وفوق في ناقص 1 باور كي اكس باور 2 كي زائد ان ناقص الله راحت فين الكي زائد ان راحت فين الكي زائد ان اللي فوق فكيت الجاما دي جاما كي زائد ان زائد واحد بكي زائد ان جاما كي زائد ان وطيرت الكي زائد ان فوق وتحت فدتني جاما كي زائد ان بس ماشي طب هل ده هو جي ان ناقص واحد هو جي ان ناقص واحد بس تعالى بقى اوضحها لك تعالى ابينها لك اولا البيس الفانكشن بيبقى فيها اكس على 2 باور حاجه فهطلع الاثنين تاني فوق تبقى اكس على 2 باور 2 كي زائد ان ناقص 1 اهي امسح دي عشان تبان لكم كويس ادي الناقص 1 باور ادي الاكس باور ان بره والناقص 1 باور كي زي ما هي طلعت الاثنين تحت الاكس فوق بقت اكس على 2 باور 2 كي زائد ان ناقص 1 ماشي تحت فاكتوريال كي وجاما كي زائد ان هخليها جاما كي زائد ان ناقص واحد زائد واحد ليه بقى يا جماعه ما هو انا جي اي حاجه بيساوي سيجما على عداد من صفر للملا نهايه ناقص واحد باور كي فاكتوريال كي جاما بص معايا جاما كي زائد الحاجه دي زائد واحد وفوق اكس على 2 باور 2 العداد اللي هو 2 كي زائد الحاجه دي. خد بالك؟ فلما اكون عايز اخليها جي ان ناقص 1 يبقى لازم الباور فوق يبقى اكس على 2 باور 2 كي زائد ان ناقص 1 اهي موجوده اهي موجوده. وتحت الجاما تبقى جاما كي زائد الان زائد الان ناقص 1 زائد 1 اللي هي جاما كي زائد ميو زائد 1 يبقى اهي. عشان كده خليت الكي زائد ان كي زائد ان ناقص 1 زائد 1 عشان افهمها انها بس الايه فانكشن انها جي ان ناقص 1 ويبقى انا كده وصلت انها اكس باور ان جي ان ناقص 1 ماشي حد عنده اي مشاكل سيميلرلي بصوا خلوا بالكم
انا سميت ان العلاقة دي دي واحد اللي هي تفاضل x باور n جي ان. لو انا عندي x باور ناقص n جي ان، يعني لو انا عندي تفاضل x باور ناقص 5 جي 5، x باور ناقص 7 جي 7، ده بيساوي ايه؟ ده هيطلع واقدر اثبته واقدر اوصل الى انه بيساوي نيجاتيف x باور ناقص n جي ان زائد 1. العلاقة نمرة 2. خد بالك انا هرجع تاني لواحد. الاندكس هنا بالتفاضل بيحصل له ايه؟ في واحد بيقل واحد، والاكس باور ان بتفضل زي ما هي، والاكس باور ان اللي مضروبة بتفضل زي ما هي. يعني لو تفاضل اكس باور 5 جي 5 تفضل الاكس باور 5، اما الاندكس يقل واحد تبقى جي 4. طيب في الثانية بيحصل ايه؟ برضو الاكس باور ناقص ان بتفضل، بس الاندكس بيزيد وبتطلع اشارة بره. ماشي؟ طيب في شوية علاقات نقدر نطلعهم من واحد واثنين، شوية علاقات نقدر نطلعهم من واحد واثنين. using واحد واثنين we can show that gn بيساوي x على 2n gn ناقص 1 زائد gn زائد 1. دي علاقة بتربط gn بg اللي قبلها واللي بعدها، يعني أقدر أستخدمها علشان أجيب g 4 بدلالة g 3 و g 5. أقدر أجيب البيسل فانكشن بدلالة اللي قبلها واللي بعدها. ازاي تثبت دي؟ ازاي تثبت دي؟ بص معايا، هدي لك البدايه واسيبك تكملها، لان ده برواز من البراويز عايزك انت تكمله. باستخدام واحد واثنين، واحد بيقول ايه؟ بيقول ان دي باي دي، هكتبها سوري مش عايز دي، وهكتبها ايه؟ واحد بيقول ان دي باي دي اكس بتاع x باور n جي ان اوف x بيساوي ايه؟ بيساوي x باور n جي ان ناقص 1. ده باستخدام القانون. انا هاجي بقى اعمل ايه؟ انا هقول لا، انا هفضلهم كحاصل ضرب، فهيبقى في عندي x باور n جي داش n زائد n x باور n ناقص 1 جي ايه؟ جي ان بس مش جي داش. واعمل نفس الكلام مع اتنين، واعمل نفس الكلام مع اتنين. ده هيساوي ايه؟ ده هيساوي لما افضلهم حصل ضرب هيبقى اكس باور ناقص ان جي ان داش بعد كده ناقص تفاضل، هي مفروض زائد تفاضل الاكس باور ناقص ان تبقى ايه؟ تبقى ناقص n على x باور n زائد 1 في مين؟ في g n. ماشي؟ يعني أنا باستخدام 1 و 2 باستخدام 1 و 2. لو أنا هنا هوت يا جماعة، لو أنا هنا ضربت دي، ضربت الطرفين في x باور n وقسمت الطرفين هنا على x باور n، هيجي لي ايه؟ هيجي لي جي داش مضروب في واحد، وهنا برضو جي داش مضروب في واحد. لو انا طرحتهم تديني العلاقه، تطير جي داش وتديني العلاقه رقم 3. وبالمناسبه لو انا جمعتهم، هيطير الترم اللي فيه جي ويجيب العلاقه نمره 4. يبقى العلاقة 3 و 4 بيتجابوا من 1 و 2 بإننا أعمل التفاضل كحاصل ضرب دالتين، وبعد كده واحدة أضربها في x باور n واحدة أقسمها على x باور n، أجمعهم مرة وأطرحهم مرة يديني إيه؟ يديني العلاقتين اللي عندي، two recurrences اللي عندي. ديت بتربط ما بين gn وg اللي قبلها وg اللي بعدها.
والنمرة 4 بتربط ما بين جي داش واللي قبلها واللي بعدها. طيب 3 لو انا كتبتها بالصورة دي، بص بص معايا، هضرب في 2 ان على اكس عشان تروح من هنا للناحية الثانية، وأودي جي ناقص جي ان ناقص 1 الناحية الثانية، فهيفضل في الطرف اليمين جي ان زائد 1 بيساوي 2 ان على اكس، 2 ان على اكس جي ان ناقص جي ان ناقص 1. العلاقة دي الريكرنس دي لو انا حطيت فيها ان بواحد اقدر اجيب جي 2، اقدر اجيب جي 2 ان ترمز اوف مين اوف جي 1 وجي نوت، ولو انا حطيت فيها الان ب 2 هجيب جي 3 بدلاله جي 2 وجي 1، وجي 2 جايه بدلاله جي 1 وجي نوت، يبقى انا هقدر اجيب جي 3 بدلاله جي 1 وجي نوت، ولو حطيت فيها الان ب 3 هقدر اجيب جي 3 جي 4 بدلالة جي 3 وجي 2 اللي هم هيجيبهم بدلالة جي نوت وجي 1، يبقى أنا أقدر أجيب كل الجهات بدلالة جي نوت وجي 1. ماشي؟ عشان لو قال لي أوجد جي 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 4 مثلا بدلالة جي نوت وجي 1 أجيبها باستخدام مين؟ باستخدام الريكرنس دي، باستخدام الريكرنس دي، باستخدام 3. ماشي؟ لو انا حطيت فيها ان بيساوي نص، اقدر اجيب جي 3 على 2 بيساوي ان بيساوي نص، بيساوي 1 على اكس جي نص ناقص جي ناقص نص. طب جي نص وجي ناقص نص دول انا جبتهم بدلاله ايه؟ ساين وكوساين. لو عوضت ان جي نص بيساوي جذر 2 على باي اكس ساين اكس، وجي ناقص نص بيساوي جذر 2 على باي اكس كوزاين اكس، يطلع لي ان ده بيساوي ايه؟ جذر 2 على باي اكس في ساين اكس على اكس ناقص كوزاين اكس، وهكذا. لو انا حطيت الان بيساوي مش نص بقى 3 على 2، هجيب جي 5 على 2 بدلاله جي 3 على 2 وجي ايه؟ وجي نص. عندي جي 3 على 2 فأقدر أجيب جي 5 على 2 و 3 على 2 و 7 على 2 و 9 على 2 و 2 ان زائد 1 على 2 بدلالة الساين والكوزاين. استخدام مين؟ استخدام 3. أوكي؟ يبقى using 1 و 2 we can show that. We can use، لا ديت مفروض انها تتمسح دي، معلش العبارة اللي طلعت دي، العبارة اللي طلعت ديت دي عبارة مكررة، معلش ما تزعلوش، نمسحها، نمسحها في البي دي اف لانها مكتوبة، هي مكتوبة. طيب we can use 3 و 4 بقى بالتالي. 3 نقدر نستخدمها to express any jn in terms of j not و j1 only، ده اللي انا عملته لكم في الاول ايه؟ هنا اهو اللي هو ده اللي فوق خالص. ونقدر نستخدمها كمان ان احنا نجيب جي 2 ان زائد 1 على 2 اوف اكس بدلاله ساين وكوزاين. وي كان اكسبريس جي 2 ان زائد 1 على 2 اوف اكس ان ترمز اوف ساين اكس وكوزاين اكس، جي 3 على 2 وجي 5 على 2 و7 على 2. ده الفايدتين اللي انا اقدر اخدهم من الريكرنس رقم 3. اما 4 بقى، ففايدتها في التكامل. وي كان يوز 4 تو ايفالويت تكامل جي ان. يعني ايه؟ بص معايا كده، انا لو ضربت في 2 وكملت الطرفين تكامل الجي داش بجي، وتكامل جي ان ناقص واحد معرفوش، وتكامل جي ان زائد واحد معرفوش، يبقى اقدر اقول ايه؟
تكامل جي ان زائد واحد اوف اكس دي اكس اودي الناحية التانية ده بيساوي ايه؟ بيساوي تكامل جي ان ناقص واحد اوف اكس دي اكس ده راح الناحية التانية يبقى ده يروح ايه الناحية التانية بالنيجاتيف نيجاتيف اتنين جي ان. لو جه قال لي بقى evaluate تكامل جي 3 صوت بيقطع مع الكل صوتي بيقطع مع الكل يا جماعه الصوت كويس طيب تاني هقول العلاقه نمره 4 دي اقدر اجيب بيها تكامل جي ان زائد واحد بيساوي تكامل جي ان ناقص واحد دي اكس ناقص اتنين جي ان ماشي فلو جي قال لي ايفاليويت تكامل جي ثلاثة اوف اكس دي اكس اقول ده يجي لو انا حطيت هنا هوت الان بيساوي 2 يبقى ده هيساوي كام يبقى تكامل جي 3 بيساوي كام حط الان بيساوي 2 تكامل جي 3 دي اكس بيساوي تكامل جي 1 دي اكس ماينس 2 جي 2 تكامل جي 1 بقى بيساوي كام بص معايا بقى لو انا جيت في العلاقه دي وحطيت ان بصفر يطلع لي ايه يطلع لي جي نوت داش بيساوي نص في حطيت ان بصفر جي ناقص واحد ماينس جي واحد هل في علاقه ما بين جي واحد وجي ناقص واحد انا لسه اثبتت من شويه ان جي ناقص ان بيساوي ناقص واحد باور ان جي ان فلما تحط ان بواحد يبقى جي ناقص واحد بيساوي ناقص واحد باور واحد اللي هي بناقص يبقى جي ناقص واحد بيساوي ناقص جي واحد يبقى اذا جي ناقص واحد ده بيساوي ناقص جي واحد ناقص جي واحد ناقص جي واحد يبقى ناقص اتنين جي واحد على اتنين يبقى ده بيساوي ناقص جي واحد يبقى جي نوت داش بيساوي ناقص جي واحد يبقى تكامل جي واحد بيساوي ناقص جي نوت يبقى تكامل جي واحد اللي عندي ده بيساوي ناقص جي نوت ويفضل ناقص 2 جي 2 وزائد كونستانت نزوده في الاخر وهكذا لو قال لي هات تكامل جي 5 جي 7 جي 9 بس الخطوات ايه تزيد يبقى اذا هلخص تاني 1 و2 احنا نعرف نسبتهم ونعرف نطلع منهم 3 و4 3 ريكرنس ريليشن تربط ما بين جي واللي قبلها واللي بعدها نقدر نجيب بيها جي ان بدلاله جي نوت وجي 1 بس ونقدر نجيب جي 3 على 2 و5 على 2 و7 على 2 كلهم بدلاله ساين وكوزاين 4 نقدر نستخدمها علشان نجيب تكامل جي 3 جي 5 جي 7 جي 9 سبيشالي الترمات الايه الفرديه الجهات الفرديه حد عنده اي مشاكل نرجع لواحد واثنين واحد كانت بتقول ايه دي باي دي اكس بتاع اكس باور ان جي ان x باور n جي ان ده بيساوي x باور n جي ان ناقص واحد يبقى انا لو كملت الطرف ده يديني x باور n جي ان اهو يعني دي فروم واحد طيب الثانيه كانت بتقول ايه دي باي دي اكس بتاع x باور ناقص n جي ان ده بيساوي ناقص
x بار ان بتفضل زي ما هي، x بار ناقص ان اسف بتفضل زي ما هي، والاندكس بيزيد جي ان زائد واحد. يبقى اقدر اكتب ان تكامل بتاع x بار ناقص ان جي ان زائد واحد بيساوي ناقص x بار ان جي ان. ده التاني اهو، تكامل x بار ناقص ان جي ان زائد واحد دي x، ده بيساوي نيجاتيف x بار ناقص ان جي ان. يعني انا لو عندي جوه التكامل تكامل جي 3 اكس باور 4 يا تبقى مضروبه في اكس باور ناقص 2 علشان نعرف نكامل. طب لو عندي حاجه زي كده يبقى لي ويت تكامل اكس باور 4 جي 4 اسف جي 1 دي اكس، ومش بس عايزها احلها، لا ده انا عايزني احلها واطلع نتيجتها بدلاله جي نوت وجي 1. انا علشان اعرف اكامل الجي 1 دي لازم تبقى مضروبه في اكس ايه؟ اكس سكوير. فانا هعمل ايه؟ هقول الاكس باور 4 دي هخليها اكس سكوير في اكس سكوير جي 1 دي اكس، وانتجريت باي بارتس هاخد اليو باكس سكوير اهي، والدي في بيساوي اكس سكوير جي 1. اكس سكوير جي 1 دي اعرف اكملها اهي اكوردنج للايه؟ للعلاقه مش عارف نسميها بقى ايه، 3 و4 نسميها 5 و6 نسميها 5 و6 ما يجراش حاجه. يبقى اذا دي في بيساوي اكس سكوير جي 1، يبقى في بيساوي اكس سكوير جي 2، والدي يو هيساوي 2 اكس دي اكس، يو في في ماينس انتجريشن في في دي يو. يطلع ده بيساوي كام؟ انا ما حلتش الاكزامبل ده، انا بحله معاه. ده هيساوي اكس باور 4 جي 2 ماينس تكامل، حصل الضرب ده هيبقى 2 اكس كيوبد جي 2 دي اكس. اكس كيوبد جي 2 اقدر برضو استخدم 5 دي واحلها، طالما الباور هنا اعلى بواحد، طالما الباور اعلى بواحد يبقى اكس كيوب جي 2 ديت هتبقى بتساوي تكاملها هيساوي اكس كيوب جي 3، يبقى ده بيساوي اكس باور 4 جي 2 ماينس 2 اكس باور 3 جي ايه؟ جي 3 زائد ايه؟ زائد كونستنت. انا كده حليتها، حليت التكامل بس مش جايبه بدلاله جي نوت وجي 1. عشان اجيبه بدلاله جي نوت وجي 1 استخدم 3. 3 بتقول ايه؟ ثلاثة بتقول ان جي ان زائد واحد بيساوي اتنين ان على اكس، جي ان ناقص واحد ناقص جي اسف دي جي ان ودي جي ان ناقص واحد. لو رجعنا كده اهي اللي انا كنت كاتبها هنا على الشمال، اللي كاتبها على الشمال اهي ومدور عليه اهي، ديت اللي انا بقى ايه بشاور عليها دي. شايفينها يا جماعه ولا في تايم لاج؟ جي ان زائد واحد بيساوي 2 ان على اكس، جي ان ناقص جي ان ناقص واحد دي اللي انا هستخدمها هناك. هحط فيها مره، هحط فيها مره الان بيساوي واحد علشان اجيب جي 2. جي 2 بيساوي 2 على اكس جي 1 ماينس جي نوت، وهحط فيها الان ب 2 عشان اجيب جي 3. جي 3 بيساوي 4 على اكس جي 2 ماينس جي 1، وجي 2 هعوض عنه يبقى ده بيساوي اكس باور 4 اكس باور 4 في جي 2 في 2 على اكس جي 1 ماينس جي نوت ناقص 2 اكس كيوب في جي 3 اللي هي بيساوي 4 على اكس 4 على اكس جي 2 اللي هي بتساوي 2 على اكس جي 1 ماينس جي نوت
4 على اكس جي 2 ماينس جي 1 ونقفل ده ونزود بس كده. انا حليت التكامل وجبت الدلالة مين؟ جي نوت وجي 1 اونلي، جي نوت وجي 1 اونلي. اوكي، كل برواز من البراويز اللي احنا مبروزينها وكل اثبات اثبتناه وكل اثبات قلت لك سيميلرلي، انت مطلوب انك انت تعرف تعمله لو سالتك فيه في الامتحان. حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي؟ الاثباتات دي خاصه بالمحاضره دي بس يا دكتور صح؟ ايه انا قصدي، يعني انا قصدي احنا مطالبين بالاثباتات اللي في المحاضره دي بس، لكن لو اثبتنا يعني اي حاجه قبل كده، يعني لو اثبتنا اي حاجه مثلا قبل كده مش لازم، مش هتيجي في امتحان. زي ايه اثبتناه قبل كده؟ تقريبا اثبتنا، مش فاكر صراحه، بس انا فاكر احنا اثبتنا يعني قانون قبل كده او حاجه. هو ده كان في البسل يعني؟ لا مش في البسل، في قبليها تقريبا في الجاما والبيتا. كل حاجه احنا عملناها بايدينا واثبتناها مع بعض انت مطالب بيها. تمام، لكن الحاجه اللي انا قلت لك ان دي مش هنثبتها ومش عايزينها، مش عايزين اثباتها، مش عليك. يعني مثلا انا ما اثبتش لجندر دوبليكيشن فورم، وما اثبتش ان بيتا اكس وواي بيساوي جاما اكس جاما واي على جاما اكس زائد واي، ما اثبتش الكلام ده، يبقى مش مطالب بيه انت، يبقى انت مش مطالب بيه بالك. لكن حاجه انا عملتها لك بايدي انت مطالب بيه. مش هسألك في المسألة بتاعت السير السوليوشن اللي بتوصل بيها لغاية ما بتستنتج الجي ان، مش هسألك فيها، قلت بالك اللي هي اللي احنا عملناه المحاضرة اللي فاتت على طول. تمام، اللي هو إثبات بتاع البيسل فانكشنز نفسه اللي هو بتاع الجي ده، البيسل اللي تبتدي بالبيسل ديفرنشال ايكويشن وتوصل للبيسل فانكشن. لا ده انا مش هسألك فيه، لكن عايزك تستخدم نتيجته. اي سؤال؟ طبعا احنا كان في موضوع احنا كان مفروض ناخده بس ما عرفناش ناخده عشان الوقت، الموضوع اسمه الجندر بولينوميالز، بس مش هينفع ان احنا ناخده، لكن هو قريب قوي من البيسل. لو انت فاهم البيسل كويس تعرف تفهم التاني لو انت احتاجته بعد كده. اي سؤال؟ حضراتكم احنا الامتحان بتاعنا هيبقى امتحان مدته ساعتين، وهيبقى مشترك ما بيني انا وما بين الدكتور محمود. عايز حضرتك تحل كل سؤال لوحده، كل سؤال لوحده. انا هتفق انا والدكتور محمود كام سؤال هيبقى على، احنا خدنا الموضوعات اللي احنا خدناها الجاما والبيتا والسير السوليوشن والبسل، صح؟ خدنا حاجة تاني، والدكتور محمود أخد النيوميريكال. هيبقى هو ثلاث أسئلة وأنا سؤال، هو سؤال وأنا ثلاث أسئلة، غالبا هيبقى هو سؤال وأنا ثلاث أسئلة. لكن أنا المهم اللي أنا بطلبه منك إن حضرتك وإنت بتحل في الورقة بتاعة الامتحان كل سؤال يبقى لوحده، ما تجيش تدخل سؤال جوه سؤال، حتى لو السؤالين بتوعي ما تدخلش سؤال جوه، كل سؤال محلول لوحده مع بعضه. ليش كده؟ هو تروح قاطع الورقه يعني عامل سطر كده وتقول لي تكمله السؤال رقم كذا، عندك الورق كتير، الكراسه فيها ورق كتير، كل سؤال اكتب لي كده انسر تو كويستشن نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 كده، هو ليبل واضح كده علشان خاطر يعني ما تدوخنيش وانا بايه وانا بصحح الورقه بتاعتك، عشان اعرف ادي لك درجه، اعرف افهم انت عملت ايه. ما تكتبش نتائج نهائيه وبس، قول لي انت جبت النتائج النهائيه ديت ازاي، ايفن لو انت استخدمت كالكوليتر، لكن ما تكتبليش نتيجه نهائيه وتقول لي بقى ايه يعني هو ده الحل. انا مش بمتحنك في الحل، انا بمتحنك في انك جبته ازاي، دي نقطة مهمة قوي. فكلما عملت اكسبلانيشن، كلما طلعت دماغك صح في الورقة، كلما لقيت دافع ادي لك عليه درجات وانا صح.
اي حد عنده اي سؤال؟ بالمناسبة هو امتحانكم يوم كام؟ واحد وعشرين. واحد وعشرين. ده يوم الاثنين. صح؟ طيب. طيب حد عنده اي سؤال؟ طيب نتمنى لكم التوفيق. اوقف العمل السكيب. تسجيل.